اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا غير، اليوم راح نجرب سياره جديده، لكن السياره توني شايف مقاطع عنها في الانترنت، سناب شات وغيره، هو مستحيل اني اشتريها، يعني لو وقت 70 سنه ما بشتريها، لكن الله يرزقنا جميعا يعني. بس والله شايف مقطع قريب عنها، واحد جربها، فون على سناب شات، فون على انستغرام، يعني اذا ما ودكم اضغط لايك واشتراك، واذا ما عجبكم المقطع في النهايه شيلوا اللايك يعني عادي، اهم شيء اشتراك ترى، اهم شيء عشان وصلت 800,000، والله طولنا يا شباب. ندخل على شوف بسم الله، تشوفون هنا طبعا هنا شال الكود، والله العظيم اني شايفه اليوم قبل تقريبا 3 ساعات ما كان مشيول، بس سبحان الله الحين شالوه يوم جيت بشتري. حط كود في اس ال كابيتال سمول ما يفرق، دائما تاكد ان الكود موجود. هنا فري ايتم، والله جيد ذا بعد. روح على الفراري، تاكد الكود موجود في اس ال، واذا تبون كريدت موقع روكت ليج اكسشينج كريدت عندهم ارخص من اللعبه، كود في اس ال هناك يخصم 3% وفوق ما انه رخيص يعني. ما خاب ظني ان السياره 6 سلندر 800 حصان، طبعا هجين يعني كهربائيه بنفس الوقت بنزين، هذه في الحقيقه يعني. والله العظيم تستاهلين. ايش رايكم اسوي جيف بوي في انستغرام على السياره هذه؟ والله تابعنا على انستغرام، يمكن ترى كذا فجاه انزل جيف بوي عن الفراري هذه. انا ما ادري متى بتروح، لكن نحطها الحين، نحطها الحين. خلونا ندخل على قياب. بسم الله وعلى بركه الله، تشامبيون 2 ديفجن 3. لايك يا جماعه والكومنت يفرق ترى جدا. بسم الله وعلى بركه الله. انا احس اني بجيب هدف كذا في اول 6 ثواني، ما ادري ليش احس يعني. 9 ثواني جاء علينا هدف، حلو حلو. والله السياره فيها ثقل بيني وبينكم. ليش لعبت بالشاشه انا زي كذا؟ ما ادري. قالك لا، حرام حرام والله. قالك نايس شت. ثقلها ما هو بثقل السيارات كلاسيك وهذه الاشياء، لا. يا القهر. قالك ايه نايس. يفضل المرمى له. ابثرهم كذا، ابثرهم. تكفى. يو يوسف نايس نايس نايس. اوف اوف ام ايش ذا. تكفى. ايه والله ما سويت شيء في ذا الجيم صراحه، اسستات بس حلو حلو. انا اتوقع اني افوز 3 جيم من 4، اوكي؟ اذا جبنا اتوقع صح نكون فايزين في المقطع هذا، لكن احتمال بسيط اللي متابع انستغرام انه ينزل بوست كذا فيه جيف اوي لكم. مو بكي. تكفى دبلك تكفى. مديك يا عيني السيف، يا عيني السيف. فيك جامده بس قهر. حاقد علي، شو كيف حاقد علي؟ يا شيل لعبك تكفى. قريت بس ليه التكسكل؟ ايه والله ليه التكسكل؟ تكفى لا، حرام حرام حرام. تكفى. نايس شوت يا شيخ. ايه يا شيخ، طعم الجيم لكذا. يوه كنا نرفزه. يو يا شيخ يو. ليش تكسك؟ ليش تكسك؟ انا اقول ليش تكسك لاني باريته، وراح تشوفون في نهايه المقطع بعد ما اخلص المقطع، تكون اخر جزء من المقطع في الجيم اللي كان مع هذا، كان معي في نفس التيم، وكان كميه تكسك مو طبيعيه. يو لو جت، يا ساتر. ما قلنا شيء، والله تجيب الكلام نفسك لي، شيء غريب اقسم بالله. بسم الله وعلى بركة الله، يا ربي يا كريم يا رحمن الرحيم. اوه والله شوتها حلوة، بس لو مركز انا شوي يمكن اشوت افضل يعني. لا 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 لا، هذه عارضة عارضة عارضة. اوكي خويي كان واقف في النص، نط غبية. مو مشكلة، عادي عادي عادي، مش ما يجي توكسيك زي اللي قبل شوي.
آه يا خوي تكفى. لا 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 تكفى تكفى يعني يا ساتر. الحمد لله اني ما لمستها. اوف كان المفروض اني اخش سبيده. ما توقعت بيشوت ماله. والله لعيب لعيب راعي الفينك اللي ضدنا. والله لعيب تكفى. يوه كلوز والله كلوز. روح طاير معي. لا تكفى هذا كيفنجر راعي الفينك. كيفنجر ايش صار هنا؟ ما ادري. امشي جا هدف الحمد لله. ها يا شيخ دخلت جوا سيارته. سبحانك يا ربي سبحانك. الحمد لله الحمد لله انا ما صدم بس حلوه. يو نايس شوت يا اسطوره. الجيم هذه اللي فيها تنافس بدون توكسيك بدون تكسكه بدون شيء يعني هو من افضل ما يكون. لا تكفى. يا الغبنا. بسم الله وعلى بركه الله. يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. كريت باس نايس الحمد لله الحمد لله اني جلست مكاني. ما معي بوستر شيء. تكفى. نايس شوت الحمد لله. برا برا ولا اي يس يا ساتر. هلا هذا الجيم حامي. والله هذا الجيم حامي. اهداف اربعه ضدنا جراند. الله استقعدت استقعاد مو طبيعي اقسم بالله. مستقعد استقعاد يا ساتر. يا ساتر اللمسه. والله هي لمسه. اوكي نستمتع باللعبه يا اخي. شوته يا ساتر. والله حلو. ما مع بوست ما مع بوست. ثبت بس. شوت يا خوي تكفى. لا تنقبنا. والله اني قاعد ادافع بكل ما اوتيت من قوه. تصير تصير خلاص توبه يفيكون الحين. والله ما معي بوست يكفي يا شباب. خلاص انو الجيم يجي والبليد. هذا الجيم يورب. اي يدخلني مدريس. الله ياخذ بليسه. ويعتبر اخر جيم. يا رب نبدا فيه يا رب. حلو حلو حلو. روح 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 سيلينج روح سيلينج. هذا مستقعد شايب مستقعد العمال. يا ساتر يا ساتر خوي. جريت باس. صارت لعبتي الفراري. عرفت كيف تثقل فيها؟ بدأت فيها. شو يقول لي يو هاف ا نيو فراري؟ معك فراري جديدة؟ سيف يا اسطورة. والله اسطورة السيف. شو رجع بسرعة ما ادري. يا ساتر والله نايس. الاسست حلو بس ما يقدر يعني يسوي شيء. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. ختامه مسك. يقول لي كيف السياره؟ قلت والله ثقيله شويه يعني. اشتريها ولا عشان اقول لك كود فيصل. ما بقى احد ما قلت له خلاص. وات سيف. والله وات سيف يا خوي اسطوره. يا ساتر والله انقذني اقسم بالله. ايزي والبليد. والله والله والبليد خوينا ما قصر ابد. تعال سهل سهل ام بي. جيم ان كارد يمكن نبدا فيه كثير يعني. كانتني صدمه. تكفى يا خوي. نايس شوت يا شيخ نايس شوت. كيف صدمه؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لا يصدمك يا اخي تكفى. بستقعد بستقعد. ليش 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 تحاول تصدم خويي؟ ليش سؤال؟ صدمه وخلص وفجره. الله ياخذ الجدار.
او الوول اللي هو مشروع. ريت بس والله قريت بس والله سيرفر يوروب ناحيه البنك مذبني شوي يعني اخوي. بسم الله يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. هذا جاب العيد خوينا جاب العيد والله العظيم لعب خوينا يقهر اقسم بالله ارفزه. هذا بيكون في نهايه المقطع عشان اوريكم التكتيك اللي يعني اقام ما تنعرض لكم سبت هذا الشيء. الجيم.